وحول سدود إيران على روافد الأنهار التي تغذي العراق وتأثيرها على حالة الجفاف، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. الأزمات التي يعيشها قطاع الزراعة في العراق أزمات متعددة، لكن برأيك إلى أي مدى أدت السياسات المتعاقبة من قبل حكومات ما بعد احتلال العراق في تفاقم هذه الأزمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحكومات المتعاقبة التي جاءت على أثر الاحتلال أهملت القطاع الزراعي بصورة عامة ومشكلة المياه بصورة خاصة. هناك أسباب عدة، أولا لأن هذه الحكومة باختصار شديد حكومة غير وطنية لا وطنية، هم كل قادة العملية السياسية الذين جاءوا بعد الاحتلال هم بالحقيقة كانوا مرتبطين بجهات خارجية، بجهات مخابراتية، من بينها إيران ومن بينها مخابرات دول أخرى كبريطانيا كأمريكا إلى آخره. فبالعربي الفصيح الحكومات المتعاقبة هي حكومات عملاء، يعني ولا يهمهم أي مشكلة ولا يهمهم مسألة بناء مشاريع، سواء كانت مشاريع اقتصادية أو مشاريع زراعية إلى آخره أو مشاريع تجارية، لا تعنيهم هذه المسألة. الإهمال الجانب الذي يتعلق بالمياه الثروة المائية العراقية له حساسية كبيرة لدى هؤلاء، خصوصا بعدما أصبحت إيران تسيطر على الإقرار السياسي العراقي والإرادة السياسية الحكومية العراقية، لأن جل المشكلة التي تتعلق بالمياه هي بالحقيقة سببها إيران، لأن الروافد خصوصا روافد نهر دجلة، يعني كل روافد نهر دجلة تنبع أو تمر بالأراضي الإيرانية، فهي أصبحت تمسك بهذه الخصوصية، يعني هذه الخاصية، وإيران تطور مشاريعها الزراعية على حساب المشاريع الزراعية العراقية. والحكومات العراقية أو المسؤولين العراقيين الحكوميين العراقيين يعترفون بأن إيران تلعب دورا في إيذاء العراق على صعيد مسألة المياه أو حرمانها من حصتها، من حصص حرمان العراق من حصته الطبيعية في المياه. لكن عندما يتعلق المرء عندما يتعلق الأمر بتوجيه لوم للجانب الإيراني، فهناك معارضة شديدة من قبل معظم الأطراف الفاعلة داخل الحكومة العراقية، ونحن نعرف ذلك لأن هذه الأطراف هي كما ذكرنا في البداية مرتبطة بإيران، والمصلحة الإيرانية بالنسبة لهذه الأطراف تحتل. لبيد، المتخصصون يرجعون السبب الرئيس من أسباب أزمة القطاع الزراعي وكذلك قطاع المياه في العراق إلى الجفاف والتغير المناخي، بالإضافة إلى سوء الاستخدام الجائر نتيجة سياسات حكومية فاشلة. ولكن مثل ما ذكرت أن إيران تلعب دورا كبيرا في هذه الأزمة من خلال قطع الأنهر والتأثير على القطاع الزراعي والتأثير في تفاقم أزمة الجفاف، بوجهة نظرك يعني الآن الأمن الغذائي في العراق مهدد بشكل كامل، القطاع الزراعي في العراق مهدد ومنهار، القطاع المياه مهدد أيضا ومنهار، وهناك أيضا تقارير أممية تتحدث عن أن الجفاف يضرب أطنابه في العراق وهناك خطر كبير على الشعب، على الجيل الحالي وحتى الأجيال القادمة. من وجهة نظرك الآن هل هناك من حلول لمواجهة هذه التحديات التي تواجه أزمة الغذاء والقطاع الزراعي والمائي؟ أستاذي الكريم، يعني إلقاء اللائمة على الجفاف وعلى حرارة السقف لا تكفي، يعني هذا هو عامل من عوامل الحقيقة نقص المياه، لكن لماذا يتأثر به العراق أكثر مما تأثر به دول أخرى، دول الجوار مثل إيران أو تركيا؟ ليش بس العراق هو يعني العامل المناخي هو اللي نلقي عليه على شماعته يعني الأسباب؟ المشكلة بالحقيقة اعترف بها يعني وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، قال إن إيران قطعت جميع الروافد وعدد هذه الروافد 40 رافدة، بالإضافة إلى أنها حولت مسار 4 أنهر، يعني منها نهر الكارون ونهر الكرخة ونهر سيروان، حولتها يعني حولت مجاريها بعد ما تمر بالعراق ولا تصب في نهر في في لا في بحيرة دوكان أو ولا دربين
الديخان ولا شط العرب. فإيران بدأت، منذ عام 2019 بدأت بمشروع كبير ضخم لبناء سدود متوسطة وصغيرة على طول الحدود الغربية مع العراق، يعني حدودها الغربية. بلغ عدد هذه السدود 109 وتقريبا أنجزت معظمها، لأنه على وشك أن تنجز معظمها. ألو، نعم معك أستاذ، تفضل أكمل. نعم أستاذ لبيد معك، تفضل أكمل. لا تسمعني أستاذ لبيد؟ أستاذ لبيد، إذن فقدنا الاتصال بأستاذ لبيد الصميدعي من ملمو عضو التحالف الوطني المعارض، نشكرك شكرا جزيلا.